احنا الاوائل. صحيح، الكويت حصلت على المركز الاول عربيا ما بين الدول العربيه على افضل معالجه لمياه الصرف الصحي، وطبعا هذا هو انجاز، يعني يعتبر انجاز جيد وكبير للكويت في هذا الموضوع، خاصه مياه الصرف الصحي وايد مهمه. صحيح. جدا اذا كنا نعالجها ونستفيد منها. وطبعا هم بعد انه يعني هذا الرصد صار مو يعني شيء يعني عالمي يعتبر. صحيح. ومهم بين منظمه الصحه وايضا اليونيسيف، طبعا مو غريب على الكويت انها تكون. صحيح. في المراكز الاولى وايضا تكون يعني من بين الدول عالميا في شيء يمثل الكويت. جميل، خلينا ناخذ هذا الاتصال لمعرفه اكثر التفاصيل في هذا الموضوع مع المهندس علي بولبنات، مدير اداره تشغيل وصيانه المحطات بقطاع الهندسه الصحيه في وزاره الاشغال العامه. نقول لك مساك الله بالخير مهندس علي. مساكم الله بالخير وحياكم الله. الله يحييكم. نقول لك اولا مبروك على حصول الكويت المركز الاول عالميا. الله يبارك فيكم وما قصرتوا، وطبعا ارحب بكم وفي القناه والقائمين على القناه لاتاحه الفرصه لنا لالقاء ضوء مختصر على هذا الانجاز الكبير والمهم لدولتنا الكويت. خلنا نسمع منك. طبعا هذا إنجاز كبير ومهم، ونفتخر بهذا الإنجاز عبر جهد وسنوات من العمل والمثابرة، وما في شك أن هذا تحقق بتوفيق من رب العالمين وجهود الإخوان والعاملين في القطاع الهندسة الصحية ودعم قيادي الوزارة من خلال طبعا الدراسات والتصاميم والخبرات المعنيين في هذا المجال، وتم طبعا هذا كله عبر انشاء وتطوير مشاريع بنيه تحتيه من شبكات الصرف الصحي وانشاء محطات الضخ والمعالجه في مختلف مناطق دولتنا الحبيبه، وكان في اخرها تطوير واعتماد المخطط الهيكلي لدوله الكويت في مجال الصرف الصحي لتطوير هذا النظام الصحي. مهندس علي، عام 2045. جميل مهندس علي، خلينا نتكلم بوضوح اكثر يمكن عشان المشاهد يعرف، شنو نستفيد احنا من 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 هذه التقنيات الحديثه في معالجه مياه الصرف الصحي بشكل مباشر؟ نعم، هو طبعا بعد هذا الانجاز ايضا الجهود راح تكون مركزه اكثر ومضاعفه للمحافظه على الانجاز من خلال تفعيل برامج الاستدامة والمحافظة على البيئة والصحة، ومن خلال إنتاج مياه معالجة صالحة للأغراض الزراعية المختلفة طبعا حسب أفضل المعايير العالمية واشتراطات الهيئة العامة للبيئة. نقول مو غريب على الكويت ولا على أهل الكويت، ونقول ألف مبروك لكل الكويتيين على حصولنا على هذا المركز الأول عالميا، وأيضا نقول لكم كل الشكر لكم لجهودكم اللي بذلتوها، وما شاء الله تقول أن لسنة 2045 ما شاء الله يعني تاريخ يعني طويل إن شاء الله، وإن شاء الله يا رب دوم نكون يعني رافعين اسم الكويت. شكرا لك مهندس علي بولبنات على هذه المداخلة والتوضيح طبعا.